السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ. أم علي شنو كم طفل عندك؟ عندي 4 بنات واثنين أيتام. بس 4 بنات زوجك شو يشتغل؟ عمال يشتغل. وذول أيتام شنو؟ ذول الأمهم وأبوهم متوفين. وأنت شو يصيرون عندك؟ يصيرون أبوهم يصير حماي يخرج لي. وأنت تمسؤولية عليهم؟ إي عمهم الوصى عليهم أبونا. زين انت قلت كم طفل؟ 4 مدارس؟ لا 3 البنات اللي يدرسن وهم الولاد 2 يدرسون دول اولاد حماي البنيه والوليد. زين هذا بيتكم شنو؟ اجار ملو؟ يعني ينحسب تجاوز. تجاوز؟ اي. زين راتب راي عندكم؟ لا. قدمتوا؟ قدمنا. هو شنو محتازتها؟ محتازه كلش محتازتهن؟ محتازه غساله مبرده. غساله مبرده؟ اي. زين انت قلت عمالك فيكم؟ لا والله ما يكفي بعد. انت تدري عندي مريم سادس اعدادي. ايه. حوراء ثاني متوسط. ايه. عذراء اول متوسط. وبعد احسبهن انت شو تقول يكفن؟ بعد احسبهن يمك ما يكفن. زين ما عندك تشتغلين في البيت تشتغلين؟ لا يعني والله ما عندي. وكل شيء ما اعرف، لو عرف اشتغل. ما عندك واحد مريض معوض؟ لا ما عندي. ما بدك عندي. هاي بطاقة. من تجي مساعدات؟ جبيت سين مساعدات. خوش.